إلى اللقاء. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه والحاضرين والمسلمين. آمين. قال الإمام الدارمي رحمة الله تعالى عليه، قال في كتاب الرقاق: باب في قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لو أن لي مثل أحد ذهبا. الله. قال رحمه الله: أخبرنا سليمان بن حرب، قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة أنه قال: سمعت سويد بن الحارث عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: ما يسرني أن جبل أحد لي ذهبا أموت يوم أموت عندي دينار أو نصف دينار إلا لغريب. جزاك الله خيرا. هذه جاءت رواية أخرى قال: كنت عن أبي ذر رضي الله وأرضاه، كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة بالمدينة، فاستقبلنا أحد، فقال: يا أبا ذر، قلت: لبيك يا رسول الله. فقال: ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي عليها 3 أيام وعندي منه دينار إلا شيء أرصده لدين، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله. ثم صار فقال: إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا يمينه وشمال النفقة يعني. ثم قال لي: مكانك لا تبرح حتى آتيك. ثم انطلق في سواد الليل حتى توارى، فسمعت صوتا قد ارتفع، فتخوفت أن يكون يعني أحد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم، فأردت أن آتيه، فذكرت قوله: لا تبرح حتى آتيك. ما هذا؟ ما هذا التبجيل والتعظيم؟ شو انظر، علي بن أبي طالب قال له سلم: امضي على رسلك، سير بسم الله أو امضي على رسلك، فلما قال له امضي مضى، فلما نادى خشي أن يكون يخالف إذا استدار، فصرخ بصوتي: لبيك. قال: أقاتلهم على أن يكونوا مسلمين؟ قال: نعم. ماشي، ما استدرش، لم يستدر. النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: اجلسوا. ابن مسعود في الشارع بيقترب من المسجد سمع: اجلسوا أم جلس. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم تعجب: يا أبا عبد، قال ابن مسعود: ما الذي يا ابن أم عبد، ما الذي أجلسك؟ قال: سمعت تقول اجلسوا فاجلست. هنا أبو ذر خشية أن يكون أحد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم، فماذا قال؟ قال: أذهب أنصره. فتذكر أنه قال: لا تبرح مكانك، فوقف. انظر عند المخالفة، قال لهم: لا تبرحوا مكانكم، لو وجدتم الطير قد تخطفتنا لا تبرحوا مكانكم. فقالوا: الغنيمة الغنيمة. فقال لهم كبيرهم: ألم علمتم أن الإنسان قال: لا تبرحوا مكانكم ولو تخطفتنا الطير؟ قالوا: الغنيمة الغنيمة. فالله عاب عليهم، قال: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد، ثم صرفكم عنهم ليبتلاكم. لكن حصل ايه بقى لما خالفوا؟ حصل امر عظيم، جلل، كاد يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، قتل 70 من الصحابه بسبب المخالفه للنبي صلى الله عليه وسلم. فابو ذر هنا يقول: قال له: لا تبرح. قال: فذكرت قوله: لا تبرح حتى اتيك، فلم ابرح حتى اتاني. فقلت: لقد سمعت صوتا تخوفت منه. فذكرت له، فقال: وهل سمعته؟ قلت: نعم. قال: ذاك جبريل أتاني فقال: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. متفق عليه. حديث سرق صاغ الدرمي يدل على فقط على الزهد في الدنيا. هذا حديث عظيم جدا في مسائل كثيرة. أولا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من أفضل ما من أخلاقيات المسلم أن يكون متواضعا. تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، كان سلم من شدة تواضعي لو الجارية أخذت بإصبعي يمضي معها حيثما أرادت، يمشي حيثما أرادت. تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن شدة تواضع النبي صلى الله عليه وسلم كانت تأتي العجوز فتشتكي له، فيجلس على الدكة وتجلس بجانبي ما يمشي حتى يقضي لها حاجتها. تواضع النبي صلى الله عليه وسلم العربية يقول: أين محمد؟ أنت ابن عبد المطلب؟ يقول: نعم، ها أنا قد أجبتك. وهو سيد المرسلين، يأخذ صفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم الثوب يؤثر صفحة ويقول: أعطني، ليس مالك ولا مال أبيك، ليس مالك ولا مال أبيك. كم ده يقول من للنبي صلى الله عليه وسلم، فيبتسم النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر بالعطاء له. تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوحي إلي أن تواضعوا، فلا أبغي أحد على أحد ولا أحسن أحد، لا أبغي أحد على أحد، أن تواضعوا، فمن تواضع إليه هكذا رفع الله هكذا. خلق التواضع، كان يمشي مع أبي ذر، يمشي مع أي أحد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لما يمشي معه يعني يقول: دعوا ظهري للملائكة،
يمشون أمامه حماية للنبي صلى الله عليه وسلم. فأبو ذر مشى مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى برز جبل أحد، فقال يا أبا ذر، قال لبيك. شوف إجابة بعد إجابة، وهذا أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك من حرم الأدب لن يتعلم، ومن حرم الأدب لا يكون مرفوعا. قليل الأدب هيبقى هو قليل الأدب، ما ينفع، لن ينفعه شيء حتى ولو كان صادق، طالما قلة أدبه تمنعه من أبواب كثيرة. لكن المؤدب المهذب تراه يرتقي سريعا، يرتفع سريعا. شوف قال لبيك، وكل لما قال معاذ كنت رديف الإنسان، فقال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، يعني إجابة بعد إجابة، وسعاد بعد سعاد، سعاد وأنا أجيبك، سعادتي في أن أنا أجيبك وأسارع في إجابتك، لبيك. وأيضا لبيك هنا الأدب الثاني، لبيك يا رسول الله بإيش؟ بوصفه، لبيك يا رسول الله. فقال ما سرني أن عندي مثل أحد ذهبا. هذه المسألة الثانية، وهي أن الإنسان لا يتمنى الدنيا، وهنا الإنسان يتمنى الدنيا، وأقول لا، هذا الحديث دلالة أنه لا يتمنى الدنيا. تمني الدنيا فساد قلب، والدنيا معلومة ما فيها إلا ذكرى ومولاه. قال أضرب لهم مثل حياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على شيء مقتدر. هنا النبي صلى الله عليه وسلم تمنى الدنيا للآخرة، لذلك قال نعم المال الصالح للرجل الصالح. قال ذهب أهل الدثور بالرجوع، قال ذاك فضل الله يؤتي ما يشاء. فتمنى أن يكون معه جبل أحد ذهب. أنت أصلا لو واحد يتمنى يقول لك أنا أريد بس جنيه ذهب، عايز 100,000 دولار، طب ليه؟ لما أعيش في القصور وأشتري السيارة كذا وأتزوج 15؟ المهم أنه هو أصالة كل ما يتمناه يريد أمر الدنيا، أمر الدنيا. ما في أحد ها؟ لو إيش؟ جزر البلديف. شوف اللي بيحلم السوداني، السوداني يريد أمر آخر هناك، يتزوج 4 والبقي إماء، يذهب إلى الصومال يأخذ من موريتانيا، يأخذ الإماء ويمشي يروح به مع جزر المالديف. الغرض كل ما يتمنى المال، يتمنى المال للدنيا، ما في أحد تمنى المال للآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم تمنى المال للآخرة بأبي وأمي، جبل أحد ذهب. لكن شوف إيش قال في جبل أحد، ما يسألني أنا عندي مثل أحد ذهب تمضي علي 3 أيام وعندي منه إيه؟ دينار، يعني ينفقه يمين ويسار، ينفق كل ما يملك لله جل في علاه. قال إلا شيء أرصده للدين، يعني الدين مذمة، والدين فيها يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ منه في كل صلاة، يحمل صاحبه إلى الهروب إلى الكذب عند اللقاء. فلذلك قال إلا شيء يسير أرصده إيه للدين، وإلا فأقول في عباد الله هكذا وهكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي، ويقول تبخلون أني لست بباخل. لما طلب العطاء أعطى الرجل وادي بين الجبلين، وادي من غنم، الرجل صرخ أسلمه، إن محمد يعطي عطاه من لا يخشى الفقر، وكيف يخشى الفقر والله الذي يعطي. فالغرض المقصود هنا فيها المسألة من الحديث أن تمني الدنيا للآخرة جائز، لكن يخشى على صاحبها، لأن الدنيا قد تكون في اليد وتسرع تتسرب دون أن يدري إلى إيش؟ إلى القلب. وهذا حدث مع 3 من بني إسرائيل، كل ما يقول له أعطني يقول له أنا، يقول أنا أما أعلمك، أما كنت أقرع في والناس يزدر، قال إني أتيت ذلك كابرا عن إيش وكذا وعن كابر، قال سيارك الله لما كنت عليه. والثاني نفس الأمر، تسربت الدنيا إلى يعني كل هذا الملك ما يريد يعطي الفتات، ويقول إيش الحقوق كثيرة، الحقوق كثيرة، زي الأغنياء كده يضع الدرهم على الدرهم في الخزنة، يفتح الخزنة يقول نم عليك ليل طويل ما فيش لمش ينتهي، فهو يريد المال يتنامى في هذا الباب. فأنا أقول الذي يدعو بالدنيا لابد أن يدعو الله جل وعلا أن تكون الدنيا في يده تنفق في سبيل الله، يستخدمها في سبيل الله. وأعظم ما ينفقه المرء في الجهادين، أعظم ما ينفقه المرء صدق الجهاد التي لا تنتهي، من جهز غازيا فقد غزا، ومن جهز عالما فقد أخذ أجر، من جهز عالما فقد أخذ أجر، هذه جهادان في هذا الباب. فهنا شوف تمناها من أجل أن تكون لله جل في علاه. ثم قال إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة، يعني الأكثرين مالا ها هم الأقلون يوم القيامة عطاء، لأنه سيسأل الآن بقى، سيسأل عن مالي فيما كيف اكتسبه، من أين اكتسبه، وأين أخرجه، فيما تركه. المهم يسأل عن كل شيء في هذا
في هذا المال. وذلك قال قال أقول يوم القيامة إلا من قال هكذا وكذا، يعني أنفق المال في سبيل الله يمينا وشمالا. ثم بعد ذلك سمع صوتا فشوف شدة التحري في التسليم للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له سلم قف هنا لا تبرح مكانك. لما سمع صوتا خشي على النبي صلى الله عليه وسلم، خاف أن يكون عرض له عرض حدث للنبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يذهب، هم أن يذهب خلف النبي، فتذكر قول النبي لا تبرح مكانه. شوف انظر بقى شدة التسليم للنبي صلى الله عليه وسلم، ده اللي احنا اتكلمنا فيه، شدة التسليم للسنة. قال له كبير، قال لهم كبيرهم أما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تخطفتنا الطير ما تبرح مكانكم؟ قالوا غنيمة الغنيم. عابهم الله جل في علاه وقال منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة، لكن الحمد لله أنه قال إيه؟ ثم صرفكم عنهم ليبتلاكم ولقد عفا عنكم، ولقد عفا، لما عفا عنا رب، لما عفا عنا رب واغفر لنا. ثم بعد ذلك جاءه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أن جبريل أتاني فقال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فأبو ذر سأل عجيب، قال له يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. في رواية أنه النبي سأل جبريل ذلك، قال وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. فقال أبو ذر يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق وعلى رغم أنف. هذه شوف كأنك أنت يتعاظم عندك رحمة الله، رحمة الله عظيمة. هذا هو. فسبحان رب العظيم، نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من هؤلاء الذين باعوا الدنيا لله، وإن تملكوها تملكوها للكفاية حتى لا يتمندل بهم الأراذل، وجعلوها لله وفي الله وفي الله سبحانه جل في علاه. وأزيد الناس في الدنيا أحسنهم، يعني أرفعهم مكانة عند الله جل في علاه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المكثرين يعني من الأموال في الدنيا هم المقلون يوم القيامة، يعني المقلون الأعمال الصالحة. شغله ايه؟ شغله المال. وصفه الدقيق حمار بالنهار جيفة بالليل، الدرهم والدينار هذا الذي عنده. الناس تصلي والأذان يؤذن يقول الصفقة الصفقة المال، هذا نحصل الشيك وبعدين نأتي. طب يجلس مجلس العلم يقول أنا عندي عمل الآن. فرجل حمار بالنهار جيفة بالليل لا ترى منه وترجو منه الخير. فهو كلما تملك المال شمخ بأنفه، رأى نفسه أنه قد استغنى. قال الله تعالى كلا إن الإنسان لا يطغى، ها لما رآه استغنى، استغني والعبادة لا تشغله، يرى نفسه أنه غير مفتقر لله جل في علاه. فالحقيقة أن على الإنسان أن يقبل على الله ويترك الدنيا. قد قال علي وغيره قد ترحلت الدنيا مدبرة وترحلت الآخرة مقبلة، ولكل بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. وأعظم الناس زهدا أعظمهم ملازمة للقرآن، أعظم الناس زهدا في الدنيا أعظم ملازمة في القرآن. وأحسن الناس استخداما للدنيا أعلمهم بالشريعة. أدنم الدنيا لأربعة نفر، رجل آتاه الله المال والحكم فوصلت الحكم على المال فيصل فيه رحمه ويعرف لربه حقه، فهذا بأرفع المنازل، هذا بأرفع المنازل. وعلى المرء حتى لو امتلك أن يزهد في الدنيا. وأنا أقول لكم شيئا، إذا أردتم أن تنتهوا عن شيء ترون أنه فيه انحراف ما تستطيع أن تنتهي عنه إلا أن تزهد فيه. أفصل لكم بعد حتى يأذن الله لنا في هذا، لكن إذا أردت أن تنتهي عن شيء لن تنتهي عنه إلا أن تزهد فيه، لا سيما إذا كان محبوبا جدا عندك، عليك أن تدرب نفسك على الزهد فيه تزهد فيه. وهذا له أساليب، هذا إن شاء الله نقولها في الدروس القادمة، لكن عليك أن تزهد فيه. فإن زهدت فيه انتهى، حتى لو امتلكته وانت زاهد فيه لن يؤثر فيك، لن يشوش على قلبك. لكن طالما متعلق به وانت تقول بنتهي وانا بنتهي، هترجع. ليه؟ لأن الوازع موجود والداعي يسحب، الداعي سحاب، الداعي يعني كأنها سلاسل يجر. فلا بد ان او الامر الامان لك الا ترجع، تدرب القلب على الزهد فيه، تدرب القلب على الزهد فيه. ذاك ان الانسان عليه ان يدرب نفسه على الزهد في الدنيا وملاذ الدنيا وشهوات الدنيا، يدرب نفسه على ذلك، فان درب نفسه على ذلك لن يتعلق بها، وحتى اذا امتلكها سيجدها سخط متاع ويبقى لربه تقيا نقيا. اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين. الفوائد المستنبطة: حسن الادب مع العالم دين ندين الله به، جاء من حسن الأدب مع النبي والوكيل له حكم الأصيل بقول لبيك لبيك يا رسول الله. علامة الإيمان
شدة التسليم لنبيل عدنان. هذه الأمة لن تعدم خيرا ما دامت على التوحيد. قال متى لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. نسأل الله أن ينفع بذلك الأمة السلمين. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم. فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم. وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم. وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم. ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم. وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم. وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم. فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم. وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم. وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم. فإن الهموم بقدر الهمم.